ولكن نقطة ثمينة كتجي في واحد السلسلة ديال المقابلات اللي كانت المردودية في تصاعد ضد فريق الرجاء البيضاوي، فريق كبير. نقطة ثمينة خصوصا شفنا الميان داج ديال لي جوغ عندنا كيدي باس با 23 زون. الحمد لله هذه نقطة غادي تشجعهم باش يزيدوا في البطولة إن شاء الله مزيان. آخر سنوات اللي شفتي لي 10 زون الأخرى ولا لي 8 زون الأخرى أون جينيرال كتكون ديما لاعبة لي 5 بخومي أباغ لي دو ديغنييغ زاني، وين ايكيب اللي كتمشي في لاكوب كيفي ماشي هي هذاك العاده. حنا ديما الهدف ديالنا نكونوا بارمي لي 5 بريمي ان شاء الله. عاودنا ستركتشرينا الفريق افيك دي جون اي 23 اصغر معدل ديال السن. العمل الكبير كيقوم به الطاقم التقني ولا اللاعبين. اليوم كانت المؤازره ديال الجمهور اللي كان حاضر وتا هو دعمنا، ونتمنى تكون النتائج من حسن الى احسن ان شاء الله. شكرا.